الآن يستعد للمباراة وزن تحت 74 كيلوغرام مستوى الحزام البني والأسود الرجال اللاعب جيلبرت بيرنز 24 سنة من أمريكا أيضا من نادي فريق مانديز يعني داخل بقوة في بطولة جولة لاز أو سان دييغو. الآن اللاعب على الشاشة اللاعب جوناثس جورجل 24 سنة من أمريكا. اللاعب جيلبرت بيرنز بالحزام الأصفر والأخضر ضد اللاعب جوناثس جورجل بالحزام الأسود. وزن تحت 74 كيلوغرام مستوى الحزام الأسود والبني رجال. مباراة الحكم يطالب من اللاعبين أن يبدأون يطبقون أي حركة يبغون يشتغلون ولا بيحصلون على إنذار. نتريا منه بيبادر بتطبيق الحركة في محاولة كانت من اللاعب جوناثس في وضعية الأوبن جارد محاولة منه أن يطبق عليه حركة السويب. في نفس الوقت جيلبرت بيرنز يحاول يحافظ على هاي النقاط محاولة من جوناثس. نعم جوناثس جيرجل يحصل على أفضلية. جوناثس في وضعية الأوبن جارد داخل جيلبرت بيرنز يحاول يعدي من الجارد. جيلبرت بيرنز بالحزام الأصفر والأخضر هاي حركة جميلة من جوناثس جيرجل قدر أن يطبق عليه حركة السويب ويحصل على نقطتين. محاولة من نعم استطاع أيضا بيرنز جيلبرت بيرنز أن يحصل على نقطتين لكن جوناثس عنده أفضلية. يحاول جيلبرت بيرنز أن يعدي من الهاف جارد محاولة منه أن يخلص ريدا من الهاف جارد. مباراة قوية جدا بين الاثنين وزن تحت 74 كيلوغرام. And in first place from Gracie Ma, Huntington Beach, Alexander Deering. أندية كبيرة مشاركة في جولة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. هاي محاولة من جوناثس يحاول إنه يطبق عليه حركة السويب. نعم قدر أن يطبق عليه حركة السويب ويحصل على نقطتين. انتقالية جميلة من اللاعب جوناثس جيرجل ويحصل على 4 نقاط الآن مقابل نقطتين للاعب جيلبرت بيرنز.
تقنية جميلة بين الاثنين. لاحظوا مشاهدي الكرام المهارات والفنيات اللي يتمتعون فيها اللاعبين. محاولة من جونيثس انه يطبق عليه حركة السويب. باقي من المباراة دقيقة وخمسين ثانية. تعادل تعادل الاثنين عندهم اربع نقاط، الاثنين عندهم افضلية. جيلبرت بيرنز يطالع الى الشاشة. يحاول جيلبرت ان يعدي من الجارد، هاي محاولة منه ان يعدي من الجارد. نعم محاولة جميلة جدا، محاولة ان يعدي من الجارد. نعم يحصل على افضلية على الاقل. الان جيلبرت بيرنز هو اللي فايز في المباراة حتى الان بفارق افضلية، ثلاث نقاط افضلية مقابل ان في المقابل جونيثس جيرجل رصيده اربع نقاط زائد افضلية واحدة. هاي محاولة كانت من جونيثس ان يطبق عليه حركة التك داون، لكن استغلها جيلبرت بيرنز لصالحه وحسبت له نقطتين. اربع ثواني على نهاية المباراة. يحاول جونيثس في اخر ثواني ان يعدل النتيجة، لكن ينتهي الوقت بفوز اللاعب جيلبرت بيرنز. ويتأهل إلى المباراة اللي بعدها.